عليكم درس جديد اللي هو التضمين. شوفوا هذا الدرس ما عندوش فيه الاسئله، غنشرح فيه هي الدرس ديال التضمين واهم حاجه اللي خصنا نفهمو والعلاقات. اما التمرين فهو يجي فيديو مباشره مورا هذا الفيديو، يعني جوج الفيديوهات غنسجلوا فيهم التضمين، الفيديو الاول الدرس والفيديو الثاني فيه جوج الامتحانات الوطنيه اللي دازو اللي جامعين جميع الاسئله اللي ممكن يطرحوا، لذلك هذا ركزوا فيه الدرس. واهم حاجه، اهم حاجه بالنسبه للتضمين، الناس ما كيفهموش اشنا هو التضمين. اول حاجه غنشرح لكم واحد الحاجه بسيطه، مثلا انت في العرس، فاش كتكون في العرس وبيتي تهضر مع شي واحد في الطاوله الثالثه، واش غيسمعك؟ لا، لان الاشاره اللي كتصيفط ليه اللي هو الصوت الهضره اللي كتهضر التردد ديالها ضعيف. حنا في الفيزياء باش كنرمزوا للاشاره اللي كتكلم لذاك الصوت اللي بتهضر معاه، مثلا هذيك الاشاره كنرمزوا ليها بهذا الشكل كما كتشوفوا، عباره عن داله جيبيه، نرسم عباره عن داله جيبيه، هذه اهم حاجه اللي خصنا نعرفوها. اس داله تي، هذه عباره عن داله جيبيه تكتب على شكل اس ام كوس دو بي اف دو اس تي. هاد اف اس هو تردد الإشارة، ولكن إلا مشيتي وتكلمتي معاه بواسطة واحد الميكروفون واش غيسمعك ولا لا؟ غادي يسمعك، لأنك كبرتي التردد. وشكون اللي كبر لك التردد؟ غنشوف دابا انت، هذا هو الشخص اللي بيعتنى الإشارة. فاش كان دير ليه واحد الميكروفون اللي هو مستقبل، هذا المستقبل كيستقبل الإشارة وكيحولها لإشارة ضوئية اللي كيمشي ينقلها فواحد الليف بصري اللي السرعة ديالتو كبيرة. ملي كنقولو السرعة كبيرة يعني تردد كبير، وكيكون واحد البوق هنا، واحد البوق هنا. هنايا لاحظوا، هذا عطانا الإشارة، وهذا عنده واحد المستقبل اللي غيرها وحولها لإشارة ضوئية، يعني دار ليها عملية التضمين، يعني عنده موجة حاملة، موجة حاملة. ملي كيتلاقاو هاد جوج كيوقع لهم عملية التضمين، يعني اش؟ هذه هي الإشارة، هنا الموجة الحاملة. الإشارة شنو الدفو اللي فيها؟ هو التردد ديالها صغير، وبالتالي الموجة الحاملة اشنو اش خص يكون عندها؟ تردد قوي. لذلك اللي كنرمزو ليها بي دو تي بورتور، ها هي بي دو تي، كيفاش كيكون التردد ديالها؟ كيكون تردد كبير بزاف كما كتشوفوا. هادي باش كنرمزو ليها بي دو تي، بي دو تي كتساوي بي ماكس كوس دو بي اف دو تي. هادي تردد الموجة الحاملة، وخصها تكون كبر من تردد الإشارة على الأقل. هادي من بين الحاجة اللي خصكم تحفظوا، أن التردد ديال هاد الموجة الحاملة خصو يكون أكبر أو يساوي على الأقل 10 مرات تردد الإشارة باش يوقع لها تضمين جيد، يعني باش ممكن نسمع هنايا الصوت ديال هاد السيد بشكل مرتفع. فهمنا، هاد السيد بيهضر مع صاحبو في الطبلة الثالثة مثلا، بيقول لي واحد الميساج، هذاك ما قدش يوصل ليه لان كما قلنا التردد ديالها ضعيف، ما غاديش توصل، غيستعين بالميكروفون. من طبيعه الحال الميكروفون كيشد هذيك الاشاره، كيحولها لاشاره ضوئيه، يعني كاينه موجه حامله. فاش كتلاقى الاشاره مع الموجه الحامله كيوقع لهم عمليه تضمين، يعني فاش كتلاقى مع هذه مع هذه كنحصلوا على واحد الاشاره واحد الموجه مضمنه للشكل ديالها بحال هكا، عندها
الغلاف، الشكل الغلاف ديالها هو الشكل ديال الإشارة، والداخل كاينه الموجة الحاملة. هذه كتسمى عملية التضمين، هذه كتسمى عملية التضمين، يعني الإشارة والموجة الحاملة كيوقع لهم التضمين وكيتم الإرسال ديالهم، الإرسال ديالهم إما عن طريق موجة كهرومغناطيسية ولا عن طريق ليف بصري. هنايا ملي كيتم الإرسال ديالهم شكون كيستقبلهم؟ كيستقبلهم هاد البوق. هاد البوق اش كيدير؟ خصو يدير إزالة التضمين، غيدير إزالة التضمين بحال شكل شي أبرة، يعني واحد الرسالة درتيها في واحد الجوا، يعني فاش هذاك داك اللي بيستقبلها خصو ولا بدي يزول داك الجوا، يعني إزالة التضمين. وبالتالي غنقسمو الدرس لجوج ديال البارتيات اللي هو تضمين وإزالة التضمين. عم تفهموا على كل وحدة بوحديتها. كما فهمتوا دابا هذه هي الخطاطة تنفهموا بها شنو هو عملية التضمين. دابا غنفهموا اش كاين تما، اش كاين؟ قلنا نديرها لكم على شكل خطاطة. عندنا الإشارة السينيال اللي قلنا التردد ديالها صغيور بزاف اف دو اس، وكاينه الموجه الحامله للتردد ديالها كبير، على الاقل يكون تساوي 10 مرات من هذه، اكبر منها ب10 مرات. اش كيوقع لهم؟ هذه كيوقع لها عمليه التضمين. شكون اللي كيدير لنا التضمين؟ شكون اللي كيدير لنا هاد عملية التضمين؟ اللي كيدير عملية التضمين هو الدارة المنجزة للجداء. اش كدير هاد العمل، هاد الدارة المنجزة للجداء؟ هاد الدارة المنجزة للجداء عندها ثلاثة ديال المرابط، كاين عندها المربط الأول، وعندها المربط الثاني، والمربط اللي كتخرج كيخرج منه التوتر المضمن. ردوا معايا، هذا اش كندخل منه؟ كندخل فيه مثلا الموجة الحاملة اف دو اس، سميناها بي دو تي، لعقلتو بي دو تي كتساوي بي ام كوس دو بي اف دو تي، يعني في هاد الكوس راه كاينة دو او بي تردد في تي. وهنا اش كندخلو؟ هادي اش كندخلو؟ كندخلو، نديرها بلون مختلف، كندخلو الإشارة. عقلتوا على الإشارة؟ الإشارة هي هادي اس دو تي، هي هادي، هي هادي، هادي اس دو تي. غير في هاد المدخل الثاني ما كتقبلش لينا اس دو تي، كتقول لك عافاك طلع عليا شوية للفوق، طلع عليا للفوق، يعني كتزيد لها واحد المركبة مستمرة. هاد المركبة المستمرة بحال هكا، يعني كدير اس دو تي زائد يو زيرو، يعني بشحال طلعتي للفوق. مثال باش توضح لكم مزيان، مثلا هنايا في هذا الشكل، ها هي الاشاره، هي هذه الاشاره، ما عرفت واش كتبان مزيان. هذه هي الاشاره، اش الاختلاف ما بين هذه وهذه؟ هذه الاشاره وها اس دو تي، وهذه شنو هي؟ اس دو تي بلس يو زيرو زائد المركبة المستمرة. باش نعرف بشحال تزاد ديك يو زيرو، فين كانت في الأول؟ نشوفو هادي مثلا، هاد الراس فين كان في الأول؟ بشحال طلع؟ كان هنايا. فين ولا دابا؟ ولا هنا، يعني بشحال طلعت هاد يو زيرو؟ طلعت بجوج ديال لي ديفيزيون، يعني جوج ديال لي ديفيزيون، كل ديفيزيون شحال فيه من فولت، وبالتالي يو زيرو غتكون معروفه، يعني شحال زدنا الفوق. تفهمنا؟ وبالتالي هاد المدخل الثاني، هاد المدخل الثاني اش تيدخل فيه؟ الاشاره زائد يو زيرو. هاد الدارة المنجزه للجداء اش كدير؟ كدير الجداء، يعني هاد اللي كيخرج ليا التوتر اللي كيخرج ليا اشنا هو؟ تو سامبلومون هو هذا في هذا، يعني U بي دو تي فوا اس دو تي زائد يزو.
وهنايا ولا بدا عندها واحد المقدار ديالها كتدخل به وكا هاد كا شناهي ثابته ديال هاد الدارة المنجزه للجدع، لان عندنا بزاف الانواع ديال الدارات المنجزه للجدع، كل وحده وعندها المعامل ديالها الخاص. اش اللي مطلوب منك انت؟ اللي مطلوب منك هو تحاول تطور هاد العلاقه. كيفاش غتطورها؟ عندنا يو اس، غنشوفوا في امتحان وطني كيفاش تطرح بحال هاد بي دو تي فوا اس دو تي زائد يو زيرو. نعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها، هكا ما عندهاش قيمه. بي دو تي يعني فالور ثابته، بي دو تي هي اش؟ بي ام كوس دو بي اف دو تي، و اس دو تي هي اش؟ هي اس ام كوس دو بي. معليش يقدني هنايا، غنكتب هنايا. عندنا يو اس دو تي كتساوي هي كا بي ام كوس دو بي، وما ننساش هاد اف يعني تردد ديال الموجة الحاملة اللي كتكون كبيرة، في اس ام كوس دو بي اف تردد ديال الإشارة كيكون صغير زائد يو زيرو. فهمنا؟ هادي هاد الموجة اللي كتخرج من هنا، إلا عقلتو هادي الموجة الحاملة هي كتكون صغيرة التردد ديالها كبير، وهادي إلا عقلتو عليها هي اللي كتكون بحال هاد الشكل، وهنايا كتخرج لينا بحال داك اللي وريتكم اللي كتخرج من هنا باش ما فيهاش اللي بقى يرسم، كتخرج ليا بحال هاد الشكل، كتخرج ليا بحال هاد الشكل. فهمنا؟ يعني كتدخل الموجة الحاملة وكتدخل الإشارة وكيوقع عليهم عملية التضمير وكتخرج ليها بحال هاد الشكل، هادي هي الموجة المضمنة، هادي هي الموجة المضمنة من بعد عملية التضمير. هاد الموجة المضمنة التردد ديالها شحال كيساوي؟ غنشد هاد القوس نخليه هو اللخر، يعني هي كا بي ام في اس ام كوس دو بي اف دو تي زائد اي زيرو فوا الكوس. فهمنا؟ هنايا نتوما حرين، اما غتخليوها هكا ولا تحولها على شكل داك الشكل اللي بغاو هما في تبرهنوا عليه. مثلا ممكن يطلبوا منك هنا يكون زائد زائد واحد، يعني خصني نعمل بي زيرو، يعني باش نعمل على اي زيرو يعني خصني نقسم هنا على اي زيرو ونقسم هنا على اي زيرو ونضرب هنا في اي زيرو بحال اللي عملت به، يعني بتكون كا بي ام في اي زيرو اس ام على اي زيرو كوس دو بي اف دو تي زائد واحد كوس دو بي اف دو تي. فهمنا؟ هاد العملية خصكم تعرفوا تضربوها، تعرفوا تخدموها، تو سامبلومون سهلة. كتضرب كنضربو كنديرو الجداء ديال الموجة الحاملة فوا الإشارة زائد إي زيرو، أو كنزيدو واحد الكا اللي هو المعامل ديال الضرر المنجزة للجداء، أو غنشوفو التفصيل ديالها فين كنستافدو منها في هذا في الامتحان الوطني، التصحيح ديال الامتحان الوطني. ردو معايا هنايا بالنسبة لهادي، بالنسبة لهادي ولادي مثلا في الامتحان الوطني كيعطيوك هادي، كيقول لك خرج ليا منها ام نسبة التضمين، نسبة التضمين نشرح لكم بعدا كاين نسبة التضمين، عاد نشوفو كيفاش بغينا نخرجوها. نسبة التضمين هو واحد المعيار باش كنعرفو واش عندنا تضمين جيد ولا تضمين سيء. خص هاد ام تجيك صغر من واحد، وهاد ان باش نحسبوها عندنا جوج ديال الطرق على حسب اشنو المعطيات المتوفره لينا. هاد ام اما كنستعمل اس ام على ايزو، اس ام على ايزو يعني كنديرو الا كان عندنا هنا واحد راه هي المعامل ديال كوس، الا ما كانش عندنا واحد يعني كتقص كدير هذا مقسم على هذا، ولا بواحد الطريقه كيكون عاطينك هذا كيكون عاطينك الشكل ديال الموجه المضمنه وكتشوف الكبيره مع الصغيره. كيفاش؟ ام كنديرو هنا زائد
وهنا الفوق ناقص والتحت زائد، يعني U max ناقص U min على U max زائد U min. كيفاش كنجيو لها؟ مثلا U max كنشوفو بشحال بعيدة على المنتصف، إلا جينا نحسبو المربع الأول المربع الثاني الثالث ثلاثة ونص، يعني 3.5. U min يعني هاد الصغيرة شحال بعيدة؟ بواحد. هاد العدد بنفسهم ولكن غنديرو زائد، هنا عتخرج لينا جوج ونص، وهنايا عتخرج لينا ربعة ونص. من طبيعة الحال اللي حسبتو عتخرج لكم صغر من واحد، إلا خرجت لكم صغر من واحد إذا التضمين جيد. ها هما دابا جمعنا جوج ديال الشروط اللي خصكم تحفظوهم. الشرط الأول اللي قلنا هو التردد ديال الموجة الحاملة خصو يكون أكبر أو يساوي 10 مرات التردد ديال الإشارة، وحاجة أخرى هي أن إم تكون نسبة التضمين تكون أصغر من واحد. إذا خرجت لك أصغر من واحد راه التضمين جيد، خرجت لك كتساوي واحد التضمين سيء، خرجت لك أكبر من واحد سيء. هي كيفاش كنسمعو تشاش، يعني تما تضمين سيء. تفهمنا؟ إذا هذا كل ما يجب معرفته في عملية التضمين. دابا أجي نشوفو كيفاش كنديرو إزالة التضمين. إزالة التضمين يعني هذه إشارة مضمنة، هذه موجة مضمنة، كيفاش غنزولو داك التضمين ونستقبلو الإشارة كما رسلها السيد نهار الأول. رسل مثلا بيستهضر في التليفون كتصيفط ألو، واش ديك ألو كتبقى غادي ألو؟ لا، كتحول الإشارة ضوئية وكتنتقل عن طريق موجة كهرومغناطيسية اللي التردد ديالها كبير مقارنة مع التردد ديال اللي في البصري اللي في السلوكة. تفهمنا؟ كثقافة كاينين عندنا ثلاثة ديال الترددات، كاين ترددات شوية صغيرة هي اللي كتكون في الراديو، ترددات كبر هو اللي كيكون في التليفونات، وكاين ترددات اللي كبر وكبر هو اللي كيخدموا بهم الأقمار الاصطناعية. نمشيو دابا ملي تعلمنا هاد القضية ديال التضمين، نمشيو نشوفو الإزالة ديال التضمين. واخا اش هي إزالة التضمين؟ دابا هذاك المستقبل اللي غيستقبل هادي، غيستقبل بعدا كاين هاد الموجة المضمنة هي هادي. حنا خصي يبقى عندنا غير تبقى عندنا في الاخر نحصو غير على الإشارة اللي كنا رسلنا نهار الأول، يعني هادي هي خصنا نحصو على الإشارة. اسجدي بلاتي، كيفاش غنزولو هاد التضمين؟ اول بعدا كاين حاجة خصنا اللي غيستقبل، خصنا اللي يستقبل الإشارة. اللي كيستقبل الإشارة هو الهوائي، كلشي كيعرف الهوائي، راه السطوحة عاملة بالهوائيين. ومثلا ندير لكم تجربة، هو مثلا في الراديو خصو على بدا يكون عندنا واحد، يكون عندنا واحد لونتين، هذا هو الهوائي. هاد الهوائي اش كيدير؟ كيستقبل الإشارات، ولكن للأسف هناك إشارات كثيرة، إشارات كثيرة كاينة، هي الإشارة ديال الراديو دوزيم، ها إشارة ديال ام اف ام، يعني كاين بزاف. شكون اللي غادي نختار بالضبط؟ شكون اللي غادي نختار؟ غنستعمل زر ديال الانتقاء، زر ديال الانتقاء. هاد زر الانتقاء من علاش كيحتوي؟ كيحتوي على جوج الحاجات اللي هي ال الوشعة و سي المكتف. يعني ها هو كتبان لكم باش نرسم لكم مزيان، هو كتكون ال وكتكون سي. هذا شنو هو الوظيفه ديال هذا الجزء؟ الوظيفه ديال هذا الجزء هو الانتقاء، يعني يدير لنا الانتقاء ديال الاشاره اللي حنا محتاجين. مثلا انا بيت الاذاعه التردد ديالها 95 كيلو هرتز، تما خصني التردد اللي يكون عندي هو 95 كيلو هرتز، يعني خصني نحسب التردد. حنا قرينا الى عقدتوا على الضرائب سي، الضرائب سي تنعرفوا بان الدور ديالها هو تي كتساوي دو بي جذر ال سي، هذه العلاقه.
احنا بناش الضوء، بنا التردد. تنعرفوا بان التردد هو المقلوب ديال الدور، اذا هو المقلوب ديال هاد العلاقه. هنايا كما كتشوفوا، اما غيجي لكم سهم هنا ولا يجي لكم سهم هنا، يعني بمعنى اما غنغير ال ولا غنغير سي، يعني لا غيرت ال عادي غير لي التردد، يعني فاش كنبقى ندور في في هذا اش كندير بالضبط، راه كنغير القيمه ديال ال، اما غادي نكبرها ولا غادي نصغرها، كبرتها ولا صغرتها يعني راه كان بالمقابل كنغير التردد، وبالتالي كنستقبل الاشاره اللي حنا محتاجينها، اللي حنا راغبين الاستماع ديالها، واش الراديو ديال دوزيام ولا فهمنا. اذا هاد الجزء الاول الغرض منه هو الانتقاء والاستقبال، الهواء كيستقبل وهذا هاد الهواء كيستقبل، وهاد ال مع السي كتجي لنا عمليه الانتقاء ديال الموجه اللي بغينا بالضبط، يعني التردد اللي خصو يكون اف كتساوي 1 على 2 بي جذر ال سي، وهذه راه كتستعملوها بزاف في الاسئله، وغنشوفوا الاسئله في العنصر. بطبيعه الحال شنو هو السؤال اللي عيطلبوا لك؟ بيت واحد الاشاره التردد ديالها اف وعندي القيمه سي، شحال عيطلبوا ليا ال؟ يعني مابقاو يلعبوا لكم في هذه الاسئله، اما يطلبوا لك ال ولا يطلبوا لك سي ولا يطلبوا لك اف، يعني معروفه. هذه من بين الحاجات اللي خصكم تكونوا ضابطينها، هذه العلاقه ديال التردد اللي هي واحد على جوج بي جذر ال سي، التردد ديال، وخص هذا التردد ديال من؟ ديال الموجه الحامله، الموجه الكبيره، يعني ديال الموجه الحامله يعني اللي قلنا قبيله اللي هي هذه، هذه كبيره، عندكم تخلطوا تبقوا تخلطوا ديال الموجه الحامله مع الموجه مع الاشاره، يعني التردد اللي خصو يكون هنا هو تردد ديال الموجه الحامله. الله يرضى عليكم، فهمنا، يعني خصها تكون كبيره القيمه ديالها، يعني في التمارين اما غتلقاو اف زيرو ولا غتلقاو اف، المهم تردد ديال الموجه الحامله، لان التردد لان غيرنا لان التضمين شنو التضمين؟ هو تغيير التردد، هو تغيير التردد، لان المشكل عندنا هو بالاساس هو التردد. صافي هنايا ملي هذه اول حاجه، هذه المركبه الاولانيه هي مركبه ديال الانتقاء. المركبة الجزء الثاني، الجزء الثاني اش كيدير؟ الجزء الثاني، الجزء الثاني غنطلع شوية هذا الفوق، الجزء الثاني اش فيه؟ فيه واحد الصمام ثنائي، كلشي كيعرف الصمام الثنائي اشنا هو، دابا نشرح لكم اللي باقي ما عرفوش، والسي هاد الصمام الثنائي اشنو هو الدور ديالو؟ بعدا كاين كيحذف، كيحذف هذيك المنطقه السالبه، يعني المركبه السالبه كيحيد لنا، كيزولها لنا دي كامله، اش كيبقى لي؟ كيبقى لي داك الفوق، كيبقى لي هي الفوقاني، يعني هذا الدور ديالو هو حذف المركبه السالبه، تتسمى هاد الجزء ايكغيك. الا سولوك شنو هي، هي الدور ديالها هو كشف الغلاف، بارك عليك حفظ ليها، هي كشف الغلاف، كشف الغلاف، يعني كي من مورا هنايا كنلقاو هاد الشكل. واش حصلنا على، واش حصلنا على الاشاره؟ باقي ما حصلناش على الاشاره، حتى خص هذه حتى ترجع للبلاصه فين كانت النهار الاول، فين كانت النهار الاول؟ كانت هنايا، كانت ها الشكل ديالها، يعني خصني نهودها، باش نهودها خصني نقص، نقص من هاد يوزيغ، ونقص هاد المركبة، هاد المركبة شحال يعني هنايا، خصني نقص هاد المركبة المستمرة، يعني هذا هو الدور ديال الجزء الثالث، جزء الزاد ولا الجزء الثالث اللي كيكون فيه السي، وكيكون فيه إيغ، الجزء الأخر، هذا الدور ديالو هو إزالة المركبة المستمرة اللي هي يوزيغ، وبالتالي إزالة التضمين كي كيمر من ثلاثة المراحل، الانتقاء والاستقبال، الاستقبال كيديروها الهوائي، والانتقاء كديرها ال مع السي، بحيث تتختار التردد اللي حنا بغينا، التردد اللي قلنا العلاقة ديالته هو واحد على جوج بي جذر ال سي،
هنايا موراها كتجي هذا كشف الغلاف، يعني كتزول هذه المركبه السالبه وكتخلي لينا هي الغلاف. من بعد فاش كيكون فاش كتزول الغلاف هذه خصها ترجع للموضع ديالها، يعني خصها تزول ليا هذه المركبه ايزوغو. هذا هو الدور ديال المركبه الثالثه اللي هو ازاله ايزوغو. فهمنا من بين الاساسيات اللي خصني نحفظ، هو اش؟ هو خص تردد ديال الموجه الحامله يكون كبر من تردد الاشاره 10 مرات، خص ام تكون اصغر من واحد، وهاد ام كما علمتكم كاينين جوج طرق باش نحسبوها، كاينه اما كنديروا العلاقه ديال اس ام على اي زيرو، ولا كنديروا ديك او ماكس ناقص او مين على او ماكس زائد او مين. فهمنا الفوق نفس القيم، هي الفوق ناقص والتحت زائد. ومن بعد الاولانيه خص الانتقاء، خص تردد تساوي 1/2 × 2 × 2 عقلوا على هذه العلاقه. وهذا كشف الغلاف باش يكون كشف غلاف جيد كما لاحظتوا كاين ار والسي ام، خص تحقق لنا واحد المتفاوته جيد، حيت الا ما كان كشف غلاف جيد راه ما عادش تكون اداره التصميم جيده. وبالتالي شنو هو الشرط باش يكون كشف غلاف جيد؟ حيت خص هاد ار فوا سي ان تحقق ليا واحد المتفاوته. الا عقلتوا على ار فوا سي ان ماشي عندها بعد زمني، الا عقلتوا على الطو ديال الضرائب سي اش كتساوي؟ الطو كتساوي ار في سي. اذا هذه البعد ديالها بعد زمني، اذا خصها تكون 1/FP، 1/FP يعني تردد ديال الموجه الحامله يكون المقلوب ديالو اصغر بكثير، من اف فوا سي ان. و اف فوا سي ان خاصها تكون صغار ماشي بكثير، هي شويه من المقلوب ديال تردد الاشاره. هادشي اللي كاين في الدرس، يعني ضبط هادشي. والفيديو مباشره اللي مورا هذا راه كاين فيه تصحيح ديال امتحانين، عاجمع فيهم جميع الاسئله اللي ممكن توضع، وعاد تشوفوا السهوله ديالو.